شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد افتتاح معرض صنع في بورسعيد وحوالي 16 معملا لاختبار السلع بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، كما تفقد أعمال الإنشاءات في مجمع الصناعات الصغيرة الذي تنشئه الوزارة في إطار مبادرة مصنع جاهز بالتراخيص، إلى جانب عدد من المصانع المتواجدة داخل محافظة بورسعيد. الهدف منها يمكن كذا حاجة، واحد انه بنفتتح المعامل الحديثة بتاعت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، دي اللي بتعمل فحص لكل حاجات اللي داخلة مصر من ناحية الجودة. هتفقد كمان منطقة الصناعية اللي احنا طرحناها في جنوب الرسوة زائد المجمعات الصغيرة. نمرة ثلاثة هنفتتح او هنشوف مجمع صناعات صغيرة اللي المحافظة عملته والصندوق الاجتماعي بيمول فيه، وهنزور برضو بعض المصانع، واهم من كده ان انا بجتمع مع المستثمرين نعرف ايه مشاكلهم وايه اللي احنا محتاجين نقدر نعمله عشان نساعد الناس ان هي تتحول من التجارة الى الصناعة. لا، بورسعيد الحمد لله فيها كل مقومات الصناعة العالمية، فيها المواني اللي هي قريبة لمناطق العمل بيها، فيها أكتر من 350 مصنع. بورسعيد إن شاء الله داخلة على مرحلة جديدة جدا مع مشروعات شرق بورسعيد إن شاء الله. طبعا يعني وجود النهاردة سيادة الوزير لافتتاح مشروعات ده إضافة كبيرة جدا لبورسعيد. أيضا النهاردة احنا كنا بنستمع لصغار المستثمرين وصغار صغار الصناع، وده برضو كان على أرض الواقع وحل المشكلات وتذليلها. أيضا وضع خريطة مستقبلية للصناعة في بورسعيد. يمكن التجارة مش ممكن أتخلى عنها من كأبناء بورسعيد، تجارة في 35 ألف تاجر بيعملوا ومعهم ناس أكتر من كل واحد ممكن معاه خمس أفراد أو أكتر بيعملوا في نفس المجال، لكن احنا عايزين نستفيد من الخبرات التجارية المتراكمة لدى تجار بورسعيد في خلق مجال تاني للعمل في محافظة بورسعيد وهو مجال الصناعة. فعايزين يكون في تعدد للدخل، التجار هم حتى بيطلبوا بالإضافة للتجارة اللي هم بيعملوا فيها انهم عايزين يكونوا أصحاب مصانع ومشروعات صناعية، وفي منهم أصحاب مشروعات صناعية حاليا ناجحة جدا. يجب ان هو توجيه المحافظة الى ان يكون في تنوع في الاستثمارات ما بين تجارة خدمات وصناعة، والحكومة طلبنا من معالي الوزير التجارة ان يحاول النهاردة ان يبقى في بعد اجتماعي لسعر المتر في الارض علشان ما يحصلش هجرة لرؤوس الاموال، ويقدر النهاردة يوفر فرص عمل لأهالي المدينة. خطوة النهاردة سيادة المحافظ مشكور عن التجمع ده، ان هو داعي وزير التجارة والصناعة وداعي رؤساء لجان، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاعت الصغر ورئيس لجنة الصناعة، فدي بدرة ان كل الناس مهتمية بورسعيد، لان بورسعيد كانت بتعاني في خلال السنوات الماضية من حالة كساد ظروف الحالات الاقتصادية، والناس والبلد اصلا قايمة على التجارة. لازم تفعل ان عشان ننتقل من المرحلة الحالية اللي احنا فيها ان احنا نبقى دولة مصدرة، لازم تعدل قوانين الاستثمار بحيث تسمح بتصدير اكتر، وخصوصا المنتجات المصرية بتتبع على المعايير والمواصفات العالمية. هذه المشروعات رسالة للوطن الام مصر ان بورسعيد ليست فقط استيراد، ولكن هناك صناعات، وصناعات النهاردة بتنتج عشان توفر جزء من الانتاج المحلي يفي السوق البورسعيدي وسوق مصر. بيقول لك هيعملوا مصانع، لمصانع للشباب، ها ما عملوش مصانع للشباب، ولو انا عاوز حتة مصنع انا معيش فلوس اعمل مصنع، هاكل واشرب منين؟ ان هي اصلا بورسعيد تجارية، احنا يعني اتولدنا ولقيناها كده، ما نعرفش حاجة عن الصناعة، عمرنا ما اشتغلنا في مصانع، طول عمرنا حرين نفسنا كده، يعني انا ما عنديش فرش ولا محل، بس دي شغلتي، بصرف على بيتي وعلى عيالي منها. احنا عايشين على التجارة، يسيب التجارة شغالة ويقفلوا المنافس، كل يوم في تهريب. في خطة جادة من قبل وزارة التجارة والصناعة ومحافظة بورسعيد للنهوض بالصناعة بالمنطقة الحرة وتحويل المستثمرين من التجارة إلى الصناعة في بورسعيد من خلال إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمحافظة والتشجيع على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة مجمع صناعي كبير يساعد على وصول المنتج المصري إلى الاقتصاد القومي والعالمي. جاكلين ماهر، صباح دريم.